تعرف المشاكل الصحيحه اللي في الوسطاتيه والكذب اللي باقين يكذبوا فيه كل 6 اشهر على شباب الوسطاتيه. نرجع بيك من 2015 من المجلس المحلي للتنميه 94 قرار اللي خذوه التويك ما نفذوش منه حتى قرار، يعمل 5 اشهر ويرجع لهنا يجيك يقول لك بالله يقول لي شنو يطال انت ماك تعرفوا ما انا قلنا لك شنو يطال انت ما القرارات الكل خذيت. مانيش طالبين حاجه كبير، طالبين انك تكون صادق في القرارات اللي خذيت، تكون صادق في 94 قرار اللي خذيت. وقت اللي تجي تقول لي عندك 100,000 دينار لتشجيع المشاريع الصغرى ومن بعديك تقول لي راه ما تصبوليش، تصبت لك مع العشرة مليارات ونص، هذيك فلوس مش تتعطى للشباب باش تحل مشاريع. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاراضي الدوليه تصفى وضعيه سليانه، مازلت لها كان رمايلين، نعطيك بالارقام راه تتصفى وضعيه السبيخه اللي تويك قاعدين يعملولها في منطقه صناعيه الثانية اللي احنا مازلنا نبكوا على المنطقة الصناعية الأولى اللي مرصدت لها فلوس نتاع 10 هكتارات تتنحى 4 هكتارات للمركز التراث وتبقى نفس الميزانية. الفلوس هذيك وين ماشي الفلوس هذيك؟ العباد تحب على منطقة صناعية، تحب وين تخدم؟ العباد تلوج على أمل باش تخدم، ما حاجتهاش باش تخدم، ولينا نلوجوا على أمل باش نخدم. من بلاد شبابنا ضاع، بناتنا خلاب الدين تمشي للسليانة، اما صلي ولا لا؟ بلادنا شعلت لها النار، لا 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 مشروع، لا صوت، لا خدمة، لا لا للشباب، لا للمسة، لا للذكر، قينا شعلت فيها النار. ما قاعد حتى واحد ينظر لها في نظرة، والاستعمار ما خرجش، التوم مستعمر البلاد هذه. ما من وقت بورقيبة لتو ما خسر لها حتى واحد بخسرة. نحب نعرف هذه رقعة من ولاية القروان ولا؟ نحن هاي الوسلاتية وشباب الوسلاتية نطالب بالأراضي بتاع الدولية زي ما ترجع الشباب ونحن نخدموه. ما حاجتناش بالمستثمرين يجونا من برا، يجونا من برا يستغلوا فينا ويستغلوا في نساوينا. نحن نطالبوا بهم، يلزم كل شباب من الوسلاتية يعطونا الأراضي 5 هكتارات 6 هكتارات نحن نخدموها الأرواح. بالله ماذا بينا تسويت الأراضي العقار، تسويت الأراضي الدولية. يا أم سعيد يعطيوها للناس، فهمتني ولا؟ باش تسهل القروض وباش تسهل الواحد. هذه مشيت بالله، ثم باش نحكي لك بالله، ثم نشير فهمتني ولا داير به 5 سنطيش 5 سنطاج يستغل فيه مستثمر برك، مش يصدق معاه وش يستغل فيه، فهمتني ولا؟ ما يستغل فيه حتى حد، مسكرين كل. تتكلم ما تلقى كان حيت يسمعك، ما فماش مسؤول، ما فما حتى حد يسمعك. لهنا تاكل الكف تسكت تمشي تروح على روحك وسي، وانك من بعد وقت تتكلم تجي في وقت من الاوقات باش تطالب بمصلحة بمشروع باي حاجه انت تكلمت قبل وقلت هذايا غالط، هذايا انسان، هذايا انسان نحرموه. صايي تكلم وقت اللي فاتت المصلحه وتبعت انسان، هذا صايي نحيوه من المصالح نتاعنا، هذا سيستم الوسلاتيه، هذا الشعب الوسلاتيه، وهذا الوسلاتيه نعملوا دور عليها ونشوف العباد اللي ترى فيها هذه الكلها من القهوه ما تخرجش تمشي لبلاد الناس تخدم تتضرب ويصير فيكم ما يصير، وتبقى ديما مهين وذليل تحت رجليهم. علاش خاطرك انت براني عليهم؟ علاش خاطرك انت من بلاد تحكمت بالفقر؟ علاش خاطرك انت بلاد خرجت ولادها وخرجت بناتها باش تخدم باش تجيب الخبزة باش تعيش أمها وبوها باش تعيش برشا ناس وراها الله أعلم بحالتهم، تتهان وتتضرب، وإنك تتضرب زادة في بلاد أخرى. يعني نحكي ببلاد أخرى خاطر احنا كي نخرجوا من الناس ينوع أني كأني حارق، كأني ماشي المنعرش الأبعد من الخيال، كي نمشي لسوسة ولا المستير ولا لأي من كانت لهنا يحقرونا. علاش خاطر احنا بلادنا تباعت، تباعت وبقينا فراجة. وقت اللي تكلمنا تسكرت لفام، وقت اللي تكلمنا حقوقنا ما خذيناهاش. وين هذايا العدل نتاع تونس؟